السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يعلم سره ونجواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، وصفان ذميمان وخلقان سيئان لا ينبغي لمسلم أن يكون متصفا بهما، فهما ليسا من وصف المؤمن ولا من خلقه، ألا وهما الطعن واللعن. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والطعان أيها المؤمنون هو الذي يقع في أعراض الناس غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء، واللعان هو الذي يكثر من لعنهم بما يكون فيه الإبعاد من رحمة الله، سواء كان بلفظ اللعنة صريحا أو بالألفاظ المؤدية إلى ذلك، كالدعاء عليهم بغضب الله أو دخول النار أو الخزي في الدنيا والآخرة ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. رواه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه. أيها المؤمنون، عباد الله، إن دين الله جل وعلا مبناه في التعامل مع عباد الله على النصح والرحمة، ومن يكثر من الطعن في الناس فليس ناصحا لهم، ومن يكثر من لعنهم ليس رحيما بهم. ولهذا كان من أهل هذين الوصفين، ولهذا فإن من كان من أهل هذين الوصفين فإنه ليس أهلا يوم القيامة لأن يكون شفيعا للناس أو شهيدا لهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وذلك عباد الله لأن الناس لم يسلموا في الحياة الدنيا من لعنهم وطعنهم، فلا يكونون أهلا يوم القيامة للشهادة لهم بالخير أو الشفاعة لهم عند الله تبارك وتعالى. فهو مقام علي عظيم ليس هؤلاء بأهل الله. روى ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله في تفسيره عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قرأ قول الله جل وعلا في ذكر دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قال: اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم عليه السلام:
لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين. ثم قال: كان يقال إن من شر عباد الله كل طعان ولعان. وتأمل مرة ثانية في هذه الآية الكريمة المتقدمة كيف أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام عندما ذكر العصاة لم يقل اللهم اخزهم أو اللهم لعنهم أو نحو ذلك من العبارات التي تجري على ألسننا لإخواننا المسلمين، وإنما قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أشفق عليهم ورحمهم فدعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهو مقام عباد الله جدير إي والله بالتأمل والسلوك لهذا المنهج القويم، منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، وإذا تأملنا واقع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين العملي وما كانوا عليه من سرعة استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به أو يحذرهم عنه، نرى والله عجبا عجابا من سرعة استجابتهم وكمال انقيادهم. وهذا أيها المؤمنون مقام يطول بذكر الأمثلة عليه، لكنني أشير لشاهدين عظيمين جليلين. أحدهما ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عبد الله أي ابن عمر لعانا لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا إلا إنسانا واحدا. وكان سالم يقول: قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. فانظر إلى حال ابن عمر رضي الله عنه، منذ سمع هذا الحديث لم يسمع منه لعن قط إلا مرة واحدة. وقد جاء في بعض الروايات في هذه المرة أنه لعن خادما له أغضبه فأعتقه من فوره بعدما لعنه، وجاء في بعض الروايات أنه ما أتم كلمة اللعنة فلما نطق بكلمة اللعنة وقف قبل أن ينطق النون فلم يتمها، وقال: هذه كلمة ما أحب أن أقولها. ثم أعتق خادمه لوجه الله بمجرد أنه لعنه، ثم استمر طولة حياته وبقية عمره فلم يلعن مسلما قط. والمثال الآخر لصحابي جليل قد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو جري جابر بن سليم الجمهي رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله اعهد لي، يعني أوصني وانصحني بوصية تكون كالعهد لي. قال: اعهد لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. رواه أبو داود. الله أكبر، ما أعظم هذا الانقياد، وما أجمل هذه الاستجابة، وما أعظم هذا الالتزام الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم وبالصالحين من عباده، وأعاذنا أجمعين من سيئات ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه سميع مجيب. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده تبارك وتعالى حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أنكم سائرون ليوم لا ينفعكم على العرض على الله إلا تقواه سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، تأملوا في هذا المقام الذي مضى الحديث عنه، ألا وهو الحذر من الطعن واللعن. تأملوا في هذا المقام ما رواه الإمام البخاري في كتابه الصحيح من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، يعني بحذف اللام، والسام هو الموت، يدعون على نبينا صلى الله عليه وسلم بالموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. قالت عائشة: السام عليكم، ولعنكم الله، وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، نبي الشفقة، قال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف أو الفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، يعني بقوله وعليكم، فيستجابوا لي فيهم ولا يستجاب لهم في. الله أكبر. قالت عائشة في هذا المقام في شأن هؤلاء اليهود الذين قالوا تلك الكلمة الشنيعة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها من شدة غضبها: لعنكم الله، وغضب عليكم. فقال: مهلا يا عائشة، يعني تمهلي. وأمرها بالرفق، وحذرها من العنف، ثم نهاها صلوات الله وسلامه عليه: فإذا كان قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك في هذا المقام ناهيا ومحذرا، فكيف الحال أيها المؤمنون بمن يكثر اللعن لأبنائه وإخوانه وزملائه من المسلمين والمسلمات في أتفه الأسباب وفي أبسط الأحوال والظروف؟ كيف بحال من أصبح اللعن في لسانه أكثر من السلام؟ بل بلغ الحال ببعضهم أنه يخاطب ابنه بلعن من أنجبه، فيرد على نفسه باللعنة وبالطرد من رحمة الله، والعياذ بالله. إنها والله حالة مزرية، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا ينبغي على المسلم وقد سمع هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يصون لسانه، وأن يحذر من مثل هذه الأوصاف وهذه الألفاظ وتلك الأحوال، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يتمهل، وأن يترفق، وأن يبتعد عن مثل هذه الأوصاف بأن يربأ عن نفسه، وأن يصون لسانه من الوقوع فيها حفظا لإيمانه وتحقيقا لتقواه لربه جل وعلا. ولا يقول قد تعودت، أو أن بيئتنا هكذا، فإنها أعذار ليست مقبولة أمام رب العزة والجلال. فأنت مكلف، لا بد أن تغير من سلوكك، وأن تستقيم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قد جاء في الحديث أن اللعانون والطعانون لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. وقد تقدم معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وهي الألفاظ التي يتفحش من قولها ويستهجنها الناس. ينبغي ويجب على المسلم أن يربأ نفسه، وليس الغضب من الأسباب التي تبيح لك أن تطلق مثل هذه الألفاظ. حينئذ لا نستغرب من جيل يخرج من أطفالنا نجد الكلمات البذيئة على ألسنتهم، لأنهم رأوا آباءهم وأمهاتهم وسمعوهم يقولون مثل تلك الألفاظ. فبالله قولوا لي كيف يصبح هؤلاء الأبناء، وكيف يتربى هذا الجيل على أن ندرأهم عن تلك الألفاظ وتلك الفواحش من الكلمات.
ألا فلنتق الله جل وعلا ولنحرص على صيانة أنفسنا وحفظ منطقنا، فإن العبد يسأل يوم القيامة عما يقول، وكلامه في جملة عمله الذي سيحاسبه عليه رب العزة والجلال يوم العرض عليه يوم القيامة. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه محمد بن عبد الله، كما أمركم الله جل وعلا في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وأمهات المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام، واحشرنا في زمرتهم يوم الدين يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر يا ربي أعداء الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، واخزي يا ربي من أراد بالإسلام وأهله سوءا. اللهم اجعل تدبيره في نحره، رده إلى صدره وإلى كيده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم اكسي عاريهم، أطعم جائعهم، اروع عطشانهم، أمن خائفهم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تخزي نظامهم. اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه، اللهم أقر أعين الإسلام وأهله بهلاك طاغية الشام هو وحزبه ونظامه ودول الإلحاد التي تعاونت معه على الهلاك بإخواننا المسلمين في بلاد الشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، انصر أهل السنة في الموصل، انصر إخواننا في بورما، انصر إخواننا المجاهدين في اليمن على عدونا وعدوك وعدو المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.